عليكم ورحمة الله. وحشتوني 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 لدرجة اني جلس ابكي صراحة. ناس بتسأل ايش حصل لها، ماتت عايشة، ناس قالوا في المستشفى، ناس قالوا في السجن، كثير دعايا. انا اشكركم على اهتمامكم وانكم بتدوروا علي، وهذا الشيء اللي انا ايش صبرني. بس اللي حصل لي انا لازم اقوله ولازم اكون صريحة معاكم، لانه لو ما قلت لكم هتعرفوا بعدين انتم. واثناء جلستي مع حريم في عصرية كلامي جر بعض، وكل ناس يتكلموا في موضوع، وجاني موضوع يعني من ضمن الكلام ومن ضمن المواضيع موضوع الموضة الجديدة هذه اللي طايحين فيها الحريم، الموضوع اللي هو موضوع الجميل اللي عمال بيبيعوه، الموضة الجديدة الجميل في الصوالين. حصلت لي مجموعة حريم مجانين، كل واحدة تتفاخر بكم اشتريت الجملة، كم جملة فراسك. وحصلت لي كم واحدة يقولوا انه هذه تجارة ناجحة، وانه البيزنس يعني فيها كويس، وبيع وشيرة كويس. رحت ايش فرحت بالهرجة كده، واتلقفت في الموضوع ونفطيت في الموضوع، قلت انا عندي فلوس اشارك. لقيت انه الحريم مهتمين في الموضوع ده على مستوى الخليج، قلت يعني معقول يكونوا مجانين هدولة، قلت اخش في البيزنس يعني. والمصيبة جاتني واحدة مغربية تشتغل في مشغل حق كفيرة، قالت لي انا عندي لك مشروع يدخل ملايين، ومن لقافتي قلت لها انا جاهزة. قالت لي نجيب الجمل من المغرب، هناك الجمل عندهم اصلي يعني بلدي كده. ما ادري ايش خلاني اوافق وكده، كأنها سحرتني كده، وافقت معاها وقلت لها انا جاهزة بالفلوس يلا بسم الله. شرحت لي الموضوع، قالت لي جميل ب10 وفي ب15، في شيء على مستوى يعني نوع فاخر كده ب20. قالت لي في المغرب عندهم الجملة بدرهم، هذا ما دي الدينار، هذا الدرهم حقهم الفلوس. قلت لها بطلبات ايش؟ قالت لي تذاكر وكده. حجزت لها تذكرة انا وهي وفلوس، ومشينا على المغرب انا وهي. رحت هناك افكر نفسي صاحبة بزنس، سيدة اعمال، وفي النهاية جميل. اشترينا الجملة بدرهم حقتهم. قعدت هناك شهر اجمع في الجميل يجيبوه من القرى، قالوا هذا جميل حراق وفي شيء عادي يعني زي البيت كده. ضحكوا علي كده وانا زي صج بيع الحلاوة، سامعة كلامهم حراق وعادي، وحط الحراق في علبة والتاني في علبة. شهر لي شهر هناك قاعدة أجمع جميل، شوفوا سوء الخاتمة كيف. فضحتني الله ينتقم منها المنتقم الجبار، يا ليت الموضوع انتهى على كده. جبنا شنات قالوا فرحانين، جبنا التجارة الرابحة معانا من المغرب وجايين على جدة. ضحكوا علي عصابة هناك، ادونا الجميل وقالوا لي شهادة منشأ وشهادة صحية للجميل، ودونا مختمينها، قالوا لي هذه يمشي مع المطار نظامي، شغلي كله نظامي. أخذوا فلوسي وجيت على جدة هنا على المطار، وتعالوا شوف الفضيحة. جيت فرحانة شايلة الجمل في علبتين كده، وداخلة كأن شايلة علبة حلاوة في يدي، فرحانة كده شايلة ذهب في يدي. ختمنا الجوازات، جينا عند الجمارك، حطيت هذا، قلت له هذا ما أحطه في الجهاز يمكن يموت، وهذولا حاجة هذه حية. قلت له يعني هذه فيها أرواح إيش هو؟ قلت له مزرعة عندي، أنا إنسانة بيزنس سيدة أعمال وجاية معايا مشروع بيزنس يعني. قال لي إيش المشروع؟ قلت له شوف أوراقي صحيحة وعندي مشروع جميل، أبيع جميل وكده، هذه مزرعة مسويتها وحوامل بعضهم الجملات. الرجال يفكرني أتريق معاه وأمزح، قال لي أشوف العلبة، شاف العلبة مسكني، قال لي جاب الحور ممسكوني، قالوا أحجزوها هذه دحين. حاجة زوني استنوا، قالوا يجي حق الزراعة الموظف، جاء المندوب حق الزراعة قال هذا لازم، هذه قضية، هذه إفساد في الأرض هذا.
قال لي انت مين قال لك انت تجيبي جمل من برا؟ احنا ناقصين البلد هنا فيها مليانه، تجيبي لنا جمل من برا. قلت له يا ابويا حراق هذا من المغرب وكده. سووا تقرير فيا وكتبوا، قلت يا ابويا انتم من صحيح تتكلموا، انتم لبستوني قضيه سمعتي يا ناس، يا ناس سمعتي، لا تفضحوني. وليه دحين 3 أسابيع وأنا من صحة البيئة للمدرسة للزراعة للمحكمة المستعجلة هذه بهدلوني. قلت لهم يا ابويا جات علي أنا، يا ابويا الصوالين مليانة والناس قاعدين كلهم يبيعوا جميل، جات على خيري أنا يا هو. وقعدت في سين جيم لحد الآن من محكمة الجزئية هذه مدرسة لصحة بيئة، هذا كل موضوعي وهذه قصتي مع غيابي عنكم. لا تقولوا مشبوه خري السجون، لا جميل الشغلة جميل موضة ايه وجميل ايه، دخلنا نفسنا في شبهات وسمعة الواحد اهم شيء في الدنيا، مصيبة ايه هذه؟ قالوا لي تتعاوني معانا تبلغي عن الصوالين، قلت والله لا ابلغ، لو اشوف واحد في جملة بلغت عنه في الشارع ابلغ عنه، من السين والجيم اللي شفته، لو اشوف واحد في راسه قشره ابلغ عنه، لو اشوف واحد يحك شعره كده بلاغ على طول. انتبهوا حبايبي احذروا، دحين بيكفشوا لك هذا كلهم حقنا الصوالين، يبي لجنات كده تبي تقبضهم كلهم. انتبهوا، يقول لك يمشي الدوره الدمويه ويطلع لكم الشعر وينبتك كذب، والله يخليكم زي الجرب تحكحكوا كده. انتبهوا يا اولادي ويا بناتي، الموضوع مو بسيط والكلام الموضوع كبير. شوفوني انا للان سنجي بسبب جميل، ضحكت علي المغربيه واخذت فلوسي، قال ايه؟ قال نوع حراق ونوع عادي الجميل، الله يسهل بحرقان في البول ان شاء الله. يلا حبايبي تصبحوا على خير، سامحوني على التاخير، نفسيتي تعبانه كل شويه يطلع لي في الحلم حق الجمارك هو ماسكني.